هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تأمين. حلقتنا اليوم نتناول فيها التغطية التأمينية للسيارات التي تعبر الحدود بين الدول العربية والتي تم توحيدها تحت مظلة الاتحاد العربي العام للتأمين وسميت بالبطاقة البرتقالية. ولهذه البطاقة حسنات من جانب ومشاكل من جانب آخر، والتي سنحاول التعرف عليها في حلقتنا لليوم. ولكن نبدأ أولا بأبرز أخبار التأمين لهذا الأسبوع. تصدرت شركة التعاونية للتأمين السعودية المرتبة الأولى بين شركات التأمين العربية على صعيد قيمة الأقساط، والتي بلغت نحو 1,500,000,000 دولار عام 2013. تلتها شركة ميد جلف البحرينية اللبنانية. ووفق تصنيف أجرته مجلة البيان الاقتصادية، سجلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى بالنسبة لحقوق المساهمين ورأس المال، فيما احتلت الشركة القطرية العامة للتأمين المرتبة الأولى في الأرباح. وعلى صعيد شركات إعادة التأمين العربية، احتلت شركة تراستري البحرينية المرتبة الأولى بالأقساط بقيمة 390 مليون دولار. قفزت أرباح 23 شركة تأمين تعمل في السوق الأردنية بنسبة 68% في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2013، بمجموع أرباح بلغ 21 مليون و200 ألف دينار. البطاقة العربية الموحدة المعروفة بالبطاقة البرتقالية أو الأورنج كارد، بطاقة يصدرها الاتحاد العام العربي للتأمين عبر الشركات المنتسبة إليه، هي نموذج استنسخ قبل 40 عاماً عن البطاقة الخضراء الأوروبية، تغطي السائق الذي يعبر بسيارته الحدود من دولة عربية إلى دولة عربية أخرى ومن دون حدود قصوى للتغطية. مع تزايد حركة الأفراد والبضائع بين الدول العربية عقب إنشاء جامعة الدول العربية، كان لابد لهذه البلدان أن تيسر الحركة فيما بينها. ولهذه الغاية أنشئ نظام بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، والتي تعرف اختصارا باسم البطاقة البرتقالية، وذلك نسبة إلى لونها. وكانت هذه البطاقة قد أوجدت بموجب اتفاقية دولية وقعت في تونس عام 1975. تضم البطاقة التي دخلت حيز الاستعمال عام 77 جميع الدول العربية باستثناء السعودية وموريتانيا والصومال، وهي تهدف إلى تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري وانتقال المواطنين العرب بسياراتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية، في ظل نظام يضمن التعويض على الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء. وفي عام 1995 سمح لكافة الشركات العربية بإصدار البطاقة البرتقالية دون اشتراط عضويتها بالاتحاد، طالما أن القطر العربي الذي تنتمي إليه شركة التأمين من الموقعين على اتفاقية البطاقة. وكان واضعو البطاقة البرتقالية قد استلهم نموذجها من البطاقة الخضراء الأوروبية التي كانت تغطي سيارات المواطنين الأوروبيين لدى انتقالهم ضمن القارة العجوز. لذلك نجد أن النقد يوجه إلى بعض جوانب البطاقة البرتقالية، وتحديدا بأنها لم تدخل التعديلات التي طرأت على البطاقة الخضراء الأوروبية، بحيث يصبح هناك سقف للمسؤوليات التي تتحملها شركات التأمين المصدرة للبطاقة البرتقالية. ويطالب منتقدو البطاقة حكومات الدول العربية بتعديل القوانين التي تنص على وجوب إبرام عقود تأمين غير محدودة المسؤولية، لأن هذا النوع من التأمين لم يعد موجودا في العالم. فهل تستجيب الدول العربية لهذه المطالب؟ نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا من الرياض السيد سليمان بن معيوف، وهو خبير في قطاع التأمين. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ سليمان. هل لك أن تطلع مشاهدينا عن مفهوم البطاقة البرتقالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطاقة البرتقالية هي تعتبر العقد أو وثيقة تأمين بين الدول العربية للمركبات التي تتنقل بين الدول العربية، وهذه الوثيقة أو هذه البطاقة معترف بها من أغلب الدول العربية عدا المملكة العربية السعودية وموريتانيا والصومال.
بهذه الوثيقة بهذه البطاقة يستطيع المؤمن أو المستفيد أن يتنقل بين الدول العربية دون الحاجة أن يبرم وثيقة تأمين في كل دولة يمر بها. نعم، كونه المصدر لهذه البطاقة كان تحت غطاء جامعة الدول العربية والاتحاد العام العربي للتأمين، لماذا لا نجد أنه كل الدول العربية مشتركة في هذا الغطاء حتى يستفيد كل المتنقلين بين أرجاء الوطن العربي؟ المشكلة يمكن تكمن في أن هناك بعض العيوب التي تحتوي هذه البطاقة. مثل ماذا؟ مثل عدم تماثل التغطيات التأمينية بين الدول العربية نظرا لاختلاف الإجراءات القانونية والتنظيمية بين الدول العربية. أضف لذلك أنه لا توجد آلية موحدة بين الدول العربية لتسوية المطالبات. نعم. من ضمن المشاكل أيضا عدم وجود قوائم أو قواعد بيانات مشتركة بين الدول العربية تسهل عملية الاتصال والربط الإلكتروني. نعم، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه طريقة إصدار الوثيقة وتحديد قيمة الأقساط فيها سيعود إلى المكتب الذي يصدرها من بلد المقيم، من سيحدد قيمة الأقساط مع عمر المركبة وغيرها من الأمور التي يتم حسابها مختلفة عن دولة أخرى؟ فرضا في مصر كيف ستختلف عن السعودية ولا حسب كل سوق؟ هناك شخصين من الممكن أن نعتمد عليهم في تحديد القسط العادل والمنصف. أولا الخبير الاكتواري هو من يقوم بتحديد وتقييم المخاطر وتحديد معدلات للتسعيرات، وليس تحديد سعر معين وإنما تحديد معدلات للتسعير. أيضا المكتتب في شركة التأمين أو في المكتب الموحد يقوم أيضا بتقييم المخاطر على ضوء السجلات التاريخية الموجودة لديه، وعليه يقوم بتحديد القسط العادل والمنصف. نعم. للمستفيد. يتبقى لدينا سؤال، يعني هل إذا قمنا بإصدار هذه الوثيقة أو البوليصة إذا ما صح التعبير ستكون استفادتي منها عالية جدا مقارنة بالتكلفة التي أدفعها مقابل هذه الوثيقة؟ نعم، من أهداف البطاقة هو عدم ازدواجية إصدار وثائق التأمين. معنى ذلك أن العميل أو المستفيد سيضطر إلى إصدار وثيقة في كل دولة ويتحمل الكثير من التكلفة. ولهذا عملية توحيدها بالبطاقة البرتقالية سيخفض التكلفة. نعم، عندما ننظر إلى بعض من التفاصيل المتعلقة بهكذا نوع من الوثائق نجد أنها تغطي بالحد الأقصى، ولكن إلى أي حد تجد سيد سليمان بأنه فعلا هذه الوثائق تغطي كل الأضرار التي تأتي على المركبة في البلد غير المقيم أثناء التنقل، ولا فعلا تجد أنه الشركات تغطي فقط جانب محدود جدا من ربما الأضرار التي تلحق بالمركبة؟ نعم، المشكلة أن حدود التغطية التأمينية أو المسؤولية المدنية في جميع الدول تعتبر مفتوحة مقارنة بالتجربة الأوروبية بالبطاقة الخضراء. كان هناك تعديلات على المسؤولية المدنية وتحديدها ب 750 ألف يورو. عدم تحديد المسؤولية المدنية يكلف شركات التأمين الكثير من المبالغ وخصوصا عند إعادة التأمين. نعم، هل تجد أنه هذا الموضوع سيؤدي إلى تكبد شركات التأمين خسائر، بمعنى أنه اللي كانت تقوم فقط متخصصة في إصدار هذه الوثائق أو تتربح من وراء أنه مضطرة كل شركة تأمين في كل دولة أن تقوم بإصدار هكذا وثيقة، الآن سيتم ضمها في وثيقة واحدة ستوفر على المستفيد بشكل نهائي؟
نعم هي ستوفر على المستفيد، وعملية الربط الإلكتروني ووجود قواعد البيانات سيسهل على شركات التأمين تسوية المطالبات، مما يوفر الجهد والمال والوقت بالنسبة للمستفيد وبالنسبة لشركات التأمين. نعم، هل هذه النوع من الوثائق فقط بحق المركبات الخاصة أم أنه حتى العمومية مثل النقل العام وغيرها، خاصة موضوع نقل الحاجات؟ لا هذا يشمل. نعم يشمل. نعم هذا يشمل. هذا يشمل. نعم هذا يشمل المركبات الخاصة والمركبات التجارية بغض النظر، حتى ناقلة البضائع نفس الحكاية. جميل. وطبعا التأمين يكون حتى على كل ما بداخل المركبة، يعني سواء كان ضد الغير، يعني حتى في شرائح عندك لانتقاء أو لا إجباري يكون ربما شريحة التغطية أنه ضد الغير وأيضا لمن هم في المركبة وغيرها من الأمور الأخرى. نعم، هذا يعتمد على الوثيقة الموحدة الموجودة في الدولة نفسها. نعم. لأنها زي ما ذكرت أنه هناك عدم تماثل في التغطية التأمينية، التغطية التأمينية مختلفة من دولة إلى دولة. وهل هذا سيغنينا عن أنه نتوقف عند حدود كل دولة عربية من أجل الأوراق الثبوتية المتعلقة بتأمين الشركات وغيرها على السيارات؟ يعني خلاص مجرد هذه البطاقة تجعل من المرور سهل جدا لي على الحدود. بكل تأكيد يعني نحن ننظر الآن أن المسافرين كمثال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، المسافرين السعوديين يتكبدون الكثير من الجهد والوقت في عملية المرور وعملية تسجيل التأمين وشرائه. أما بوجود هذه الوثيقة فأعتقد سنختصر الوقت والجهد. نعم بالتأكيد، ونشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الرياض الأستاذ سليمان بن معيوف، وأنت الخبير في قطاع التأمين. وما هي مهام المكتب الموحد؟ البطاقة البرتقالية هي وثيقة تأمين معتمدة في الدول الموقعة على الاتفاقية، وهي تغطي أضرار الشخص الثالث الناجمة عن الحوادث التي تسببها السيارة المؤمنة وفقا لقانون البلد. يشرف المكتب الموحد على إصدار البطاقة البرتقالية في دوائر الترخيص ومراكز الحدود في جميع أنحاء الدولة العضو وبالأقساط المقررة. يتولى المكتب الموحد إجراءات تسوية المطالبات الناتجة عن الحادث مادية كانت أم جسدية ودفع التعويضات. بهذا ينتهي لقاؤنا الأسبوعي من برنامج تأمين، سعدت بصحبتكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية الدوحة للتأمين. أمن عالمك.